بصوا بقى هنا عندي الايه الكفته. الكفته دي برضو انا هطلع لها الايه الكبه برضو عشان احسن ان هي تلمها، بتعجنها عجنه جامده جدا، بس هخلطها هنا دلوقتي وبعدين احطها في الكبه. انا عندي دي بقى عادي، دي انا احط كله على بعض لو البصلايه مبشوره، بصلايه مش مبشوره لازم هبشرها الاول في الكبه زي ما عملت كده في الكفته دي وبعدين انزل عليها الباقي. فهنا عندي مثلا لحم مفرومه عليها بيضه عشان تعمل لها حاجه حلوه كده جواها بطريه، عليها ال ودي ممكن اعجنها بايدي على فكره عشان البصله كده كده مبشوره، فدي ممكن تتعجن بالايد بس الاحسن لو عندك الجهاز طبعا استعملي الجهاز. بصلايه مبشوره على نص كيلو، معلقه صغيره من البيكنج باودر، بهارات لحمه، بقسماط ناعم حوالي نص كوبايه، وملح وفلفل. فين الملح والفلفل يا ولاد؟ راح فين؟ زودته فين انا؟ اهو. ملح والفلفل. ماشي؟ هعجن بقى دلوقتي كويس قوي بايديا. ماشي؟ مصبعاها، لا مش في كيس، هصبعها واحطها في طبق فويل، وبين كل طبقة وطبقة كيس بلاستيك. خلاص؟ ده مهم جدا.